اتحاد القوى يعتزم طرح شخصية بديلة عن الجمهوري كمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية، والتحالف الوطني يبحث سيناريو لتغيير الرئاسات الثلاث. العبادي يعزو تفجيرات بغداد إلى الصراع في ديالى وتعطيل مجلس النواب، ويؤكد أن إيرادات الدولة وصلت إلى نصف ما يحتاجه العراق. القوات المشتركة تحرر منطقة الوردية غربي رمادي، والتحالف الدولي يحذر من لجوء داعش للسلاح الكيميائي في حال مهاجمة الموصل. وفي النشرة أيضا، عقد النصارى منطقة تراثية تتوسط بغداد تشكو الإهمال الذي غيب معالمها، والجهات المعنية تلتزم الصمت وسط تقصير واضح. أهلا بكم متابعينا في كل مكان، نشرة إخبارية مفصلة من المدى، والبداية مع رياض. أهلا بك إيناس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحبة في كل مكان إلى تفاصيل النشرة. بعد احتدام الأزمة السياسية التي شلت عمل البرلمان والحكومة، تلوح بالأفق بوادر جديدة من الكتل السياسية، حيث يسعى اتحاد القوى لتقديم شخصية بديلة لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وتحظى بموافقة الكتل السياسية. فيما يرى ائتلاف المواطن أن التحالف الوطني ربما يلجأ إلى طرح سيناريو تغيير الرئاسات الثلاث لحل الأزمة الحالية. بدأ اتحاد القوى العراقية يبحث عن طرح شخصية بديلة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لتقديمه إلى الكتل السياسية للموافقة عليه قبل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب كبادرة لحل الأزمة الراهنة التي عصفت بمجلس النواب وأربكت عقد جلساته على مدار شهر كامل. من غير المعقول والبلد يمر بأزمات خطيرة وكارثية على المستوى الأمني والمستوى الاقتصادي ومستوى أمور كثيرة، والخلافات بين القوى السياسية أيضا إذا استمرت على ما هي عليه ربما تتضاعف بشكل أكثر وتكون النتيجة أخطر. لكن باعتقادي كل عقلاء، كل حكماء، كل الذين يعنيهم الأمر في حل هذه الإشكالية، يعني في حراك مستمر لحل هذا الموضوع. اتحاد القوى أنه أصبح على قناعة كاملة هذا الموضوع لا يبقى أن يستمر بهذا الشكل، يعني إذا لم يحسم موضوع السيد سليم لابد أن يختار البديل. ولم يستبعد ائتلاف المواطن أحد مكونات التحالف الوطني اللجوء إلى طرح سيناريو تغيير الرئاسات الثلاث في الأيام المقبلة وعدم اقتصار عملية التغييرات المرتقبة على رئاسة مجلس النواب فقط. بالوقت الحالي لا أعتقد هنالك حراك لاستبدال أي من الرئاسات باعتبار أنه وضع العملية السياسية لا يتحمل، ولكن مستقبلا هذا السيناريو مطروح. أعتقد الرئاسات مرتبطة باعتبارها أتت بسلة واحدة، فإذا شمل أي من الرئاسات سوف يشمل الرئاسات الباقية. كل هذا يعطي صورة واضحة عن الحراك السياسي المحتدم بين الفرقاء السياسيين الذي وصل على ما يبدو إلى طريق مسدود شل حركة البرلمان والحكومة. قد تكون حكومة الإنقاذ الوطني إحدى الخيارات التي سيلجأ إليها السياسيون في الفترات القليلة المقبلة بعد الاحتدام الأمني والسياسي الذي رافقه فشل لكل محاولات التي دعت إلى إعادة مجلس النواب مرة أخرى. من بغداد، محمد صباح، المدى. ويبدو أن تلك التحركات المتعلقة بتغيير الرئاسات الثلاثة أخذت تجد قبولا وتأييدا من أغلب الكتل السياسية، فبعد أن لمح ائتلاف المواطن جاء دولة القانون ليكشف عن وجود حراك وتداول لبعض الأسماء البديلة، وذلك لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء. النائب عن الائتلاف كامل الزيدي أكد أن هناك محاولات لإيجاد بديل من خارج دولة القانون ويكون من التحالف الوطني لتولي مهمة رئيس الوزراء، موضحا أنه ليس هناك ممانعة بقبول شخصية مستقلة لتولي المنصب في حال قدرته على النهوض بواقع البلد والخروج من هذه الأزمة. وأشار الزيدي إلى أن العراق بحاجة إلى شخصية قوية تستطيع أن تدير الحكومة بشكل جيد. هذا وسلمت جبهة الإصلاح خلال لقائها رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم مبادرة
تهدف إلى إعادة التئام مجلس النواب العراقية. النائب عن الجبهة أحمد الجبوري أكد أن الوفد سلم معصوم مبادرة الجبهة مذيلة بتوقيع 98 نائبا، مشيرا إلى أن الاجتماع تم التباحث فيه بشأن أهمية انعقاد جلسة للبرلمان برئاسة جديدة. وأضاف الجبوري أن معصوم أبلغ الوفد أنه سيلتقي مع رئيس السلطة القضائية ليبحث معه موضوع الطعون المقدمة بشأن جلسات البرلمان، مبينا أن أعضاء الجبهة مستعدون لحضور أي جلسة يرأسها أي نائب عدا الرئاسة المقالة. وفي وقت سابق أعلنت جبهة الإصلاح النيابية تشكيل لجنة للحوار مع الأمم المتحدة بشأن الأزمة الحالية، مؤكدة تلقيها مبادرات من شيوخ العشائر تحمل أفكارا إصلاحية. وأوضحت النائبة عن الجبهة نهلة الهبابي أن جبهة الإصلاح شكلت لجنة للتحاور مع الأمم المتحدة وبعض الدول ولجنة أخرى تتفاوض مع الكتل السياسية من أجل إيجاد الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الحالية، مبينة أن غياب المصالحة الوطنية الحقيقية وعدم توافق بعض الكتل سياسيا أدى إلى تعقيد الأمور. وكانت الجبهة قد كشفت عن لقاء مرتقب مع وفد من الكونغرس الأمريكي لإيضاح أهدافها بعد أن أكدت عدم حضورها أي جلسة برلمان ستعقد برئاسة سليم الجبوري. رغم تعقيدات المشهد السياسي المنبثق من اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية، إلا أن هناك من أكد الاقتراب إلى حلول للأزمة الراهنة في ظل الضغط الجماهيري على الحكومة والبرلمان. رغم كل ما حدث على الساحة السياسية من خلافات بين الفرق وما يشعر به المواطن من صمت سياسي في الوقت الحالي، إلا أن المعطيات لدى بعض الأطراف تشير إلى إمكانية انبثاق حلول ناجعة في الأيام المقبلة. أنا متفائل ولكن بحذر، أعتقد أنه الأزمة السياسية في طريقها إلى الحل إن شاء الله. جبهة الإصلاح بقوة تريد وبالتفاوض يعني جاد تريد عقد جلسة موحدة لمجلس النواب والخروج والاتفاق على رئاسة جديدة، الاتفاق على مساءلة الحكومة، الاتفاق على محاسبة الوزراء المقصرين، الاتفاق على تعيين وزراء يعني اختصاص وليس وزراء حزبيين، وزراء من محاصصة. أما آخرون فهم أقل تفاؤلا حيال الوضع السياسي وما فيه من مخرجات حلول دائما ما تتأخر في النمو أو تخالف تطلعات الشارع، الشارع الذي يعول عليه في إحداث التغيير والإصلاح بجدية أكثر من الأوساط السياسية والجهات المستنفذة. أنا ما أعتبر هذا الهدوء هدوء نهائي، هذا يمكن نسميه الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأنه البرلمانيين المطالبين بالإصلاح رغم أنه لا يمثلون الأكثرية في البرلمان لكن مسندين من الشارع. السبب إسنادهم من الشارع لأنه تبنوا مطالب المتظاهرين في ساحة الجمهورية، وهذا التبني ينمو. ما شهده البرلمان والشارع العراقي من حراك خلال الفترة الماضية حقيقة ربما سيساعد كثيرا في تغيير مسارات العملية الخاطئة، وبالنتيجة ما يحدث اليوم من هدوء في المشهد السياسي بالتأكيد ستعقبه نتائج حل للقضية التي أو المشاكل التي واجهناها خلال المرحلة السابقة. واقع الخلاف السياسي ومصادر دعمه بين فترة وأخرى قد تعطل التوافق والاتفاق بين الغرماء السياسيين إلى فترة أطول، بخلاف آمال بعض الجهات التي تتوقع انفراج الأزمة في القريب العاجل. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد. أعلنت النائب عن التحالف الكردستاني سوزان بكر أن القوى السياسية الكردية ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا مهما، وذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأن عودة النواب والوزراء الكرد إلى بغداد. وأوضحت بكر أن على الحكومة الاتحادية منح الكرد ضمانات بعدم تكرار ما حدث في مجلس النواب وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، مبينة أن اجتماع الاثنين المقبل سيكون من أجل النظر بمطالب وفد بغداد والمشاركة في العملية السياسية من جديد.
حذر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي من انتفاضة شعبية مسلحة ضد الحكومة، وذلك بسبب تأخر الإصلاحات والتفاف الحكومة ومجلس النواب عليها. علاوي في تصريح صحفي أكد أنه خاطب العبادي من أجل تشكيل حكومة قاد وطني لتدارك الأوضاع الخطيرة التي يمر بها العراق والتي قد تؤدي إلى انتفاضة مسلحة وليست سلمية، مبينا أن هناك استحواذا وهيمنة على القرار السياسي من الخارج وسفراء دول فرضوا إملاءات على الساسة العراقيين، ووصل التدخل بتغيير وزير وفرض آخر من قبل السفراء شخصيا. يعتقد الكثير من المتابعين للشأن السياسي الحالي أن الأزمة التي تمر بها البلاد والتحديات الأمنية والاقتصادية من الممكن أن تتلاشى من خلال انعقاد مجلس النواب. هذا التفاؤل جاء لكون البرلمان يمتلك مفاتيح الحل لما يمتلكه من الأدوات الدستورية بصفته صاحب السلطة التشريعية. لم تذب سخونة الأوضاع التي تمر بها البلاد من جليد الخلافات السياسية التي يكمن حلها بحسب عدد من المتابعين في عودة التئام مجلس النواب الذي يمتلك مفاتيح الحل الأزمة الحالية من خلال الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية والتي يمكن من خلالها تحريك الحلول للأزمة المستعصية. السلطة التشريعية لديها صلاحيات لتحريك العملية السياسية، بمعنى لديها الأدوات الدستورية للضغط على الحكومة للمضي في الإصلاحات، ولكن أعتقد غياب البرلمان وغياب مجلس النواب بهذا الشكل أعطى مرونة وأعطى حرية وأعطى فسحة من الارتياح لرئيس الوزراء وللحكومة. ربما اليوم كثير من الأخطاء، كثير من الخروقات، كثير من سوء الأداء، ولكن لا يجد سلطة تحاسب أو تراقب وهو البرلمان. ورغم تعقيدات المشهد السياسي إلا أن انعقاد جلسة مجلس النواب ربما سيكون قريبا وفق رؤية تحليلية أخرى، وذلك بسبب الخشية من تداعيات الشارع وردود الأفعال بسبب الوضع الراهن. هناك استعصاءات لعقد مجلس النواب، جلسة جديدة لمجلس النواب، ولكني أعتقد في النهاية سيتم عقد هذا اللقاء، ذلك لأن هناك إرادات في حقيقة الأمر، ليست إرادات ذات نوايا طيبة، هم يخافون ويخشون من تداعيات الساحة، من تداعيات الشارع وردود الأفعال. القوى الممسكة بإرادة مجلس النواب بدأت تخشى من على نفوذها من ردود الأفعال التي يأتي بها الشارع، ولهذا سيضطرون إلى عقد هذه الجلسة بالسرعة التي لربما لا نصدقه. سلطة تشريعية منقسمة على نفسها، ومجلس وزراء تواجه جلساته جدلا قانونيا وأوضاعا اقتصادية على المحك واضطرابات أمنية. تحت هذه العناوين تتفرع أزمة البلاد التي يرى عدد من المراقبين أن سببها الرئيس هو الخلافات السياسية التي لا تزال تبحث عن حلول مفقودة. من بغداد، صالح الطيب، المدى. الاضطرابات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق دون حلول تذكر من السلطتين التنفيذية والتشريعية قد تدفع المتظاهرين إلى تغيير أساليب الاحتجاج بعد نفاذ الصبر والوقت الذي تعزف عليه رغبات الأحزاب والقوى السياسية. تعطيل شبه تام للعملية السياسية في العراق وارتفاع وتيرة الخروقات الأمنية التي أودت بحياة العشرات من المواطنين عوامل نتجت من التوتر الحاصل بين الكتل السياسية والحرب غير المعلنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هذا ما أكده المراقبون للتداعيات السياسية والأمنية في العراق. هذا التعطل الحاصل ربما يؤدي إلى زيادة حجم المطالب بالنسبة للمتظاهرين والحركة الاحتجاجية، ممكن يكون تصعيد أكثر، بس احنا نأكد على أن مسألة التصعيد مهما زادت هي تكون سلمية، ما تؤدي إلى دور يعني يخل بالممتلكات العامة. وفي ظل التهاترات السياسية الحالية يؤشر المراقبون مخاوف عدة
يأتي في مقدمتها تصعيد مطالب المتظاهرين بعد أن غيبت السياسة صوتهم في الإصلاح ومكافحة الفساد، الأمر الذي جعل اللجنة التنسيقية للاحتجاجات تدعو برسائل موجهة إلى السلطات التشريعية والمجتمع الدولي بضرورة عقد جلسات مجلس النواب، ملمحة إلى استخدام القوة من خلال تغيير أساليب الاحتجاج تبعا لما تؤول إليه الأوضاع الراهنة. اليوم هي دعوة مشتركة لحركة الاحتجاج، ووصلنا يعني بعثنا رسالة مشتركة سواء المجلس النواب، الرأي العام العراقي، الرأي العام الدولي العالمي، من أجل أن يعقد مجلس النواب جلسة مالته ويصير التصويت على الحكومة. أما حركة الاحتجاج خفت من جانب التيار الصدري والجانب المدني لم تخف، وإنما تغير أسلوبها بين فترة وأخرى. فالأسبوع الماضي ما كانت مركزة مكان واحد، كانت منتشرة أفقيا في جميع يعني مناطق بغداد وكذلك العراق. حلول كثيرة تناقش بالخفاء لشكل الحكومة المقبلة حسب مطالب المتظاهرين التي ما تزال بعيدة عن رغبة الكتل السياسية، وهذا ما يجعل الخروج من الأزمة الراهنة في حكم المجهول وعلى حساب الزمن وفق ما أعلنه بعض النواب. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد. صادق الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير على مشروع اتفاق سياسي مشترك، فيما أكد أن التوقيع على الاتفاق سيتم وفق مراسيم خاصة وبحضور دولي. وقال المتحدث باسم حركة التغيير شورش حاجي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الاتفاق يأتي بعد دراسة وافية لجميع مواد الاتفاق المعدة من قبل اللجنة المشتركة بين الجانبين، فيما أكد الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان له أنه بعد مصادقة الجانبين على الاتفاق سيتم في مراسيم خاصة بحضور ممثلي الدول الأجنبية والأطراف السياسية. وصوت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني والهيئة الوطنية لحركة التغيير في وقت سابق من اليوم السبت بعد اجتماع عقد بينهما على الاتفاق الجديد والذي سيقضي إلى دمجهما. أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن الإصلاح الاقتصادي أصعب الإصلاحات بسبب حاجته إلى الوقت، فيما أشار إلى وجود خطط في هذا الاتجاه. العبادي وفي كلمة له خلال ملتقى الحوار المشترك الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد أوضح أن إيرادات الدولة وصلت إلى نصف ما يحتاجه العراق فعليا من نفقات لرواتب الموظفين وغيرها على الرغم من ضغطها بشكل كبير. يحتاج إصلاح الاقتصاد بشكل كامل. تعرفون الإصلاح الاقتصادي من أشد وأصعب الإصلاحات، تمس معاش الناس وتمس معيشة الناس بشكل مباشر. والإصلاح الاقتصادي يأخذ فترة حتى يظهر نتائجه، مو قرار واحد ولا قرارين، مجموعة إجراءات يضيف بعضها إلى البعض الآخر حتى تطلع نتيجة بعد فترة من الزمن. يحتاج دورة تأخذ هذه الدورة حتى تنضج. استطعنا أن نسير البلد طول هذه الفترة مع العجز الخطير في الموازنة. هناك عجز خطير لما تكون عندك أنت إنفاق لا يضغط، أكو إنفاق يضغط وضغطنا بعض الإنفاق وأوقفنا، مو ضروري هذا الإنفاق على سيارات الدولة كلها أوقفنا، إنفاق على الأثاث كلها أوقفنا، على الإفادات حددناها فقط بالضروري جدا من هذه الإفادات، أوقفنا الهدر في المشاريع بشكل عام، الهدر في الإنفاق الحكومي بشكل عام. جزء كبير من هذا الإنفاق قلصناه، ولكن هناك إنفاق آخر لا يقلص. المجهود الحربي جزء كبير منه لا يقلص، تحتاج سلاح، تحتاج إلى رواتب المقاتلين، تحتاج دعم، تحتاج لوجستيك، المعركة تحتاج مصاريف هائلة. من جهة أخرى أكد العبادي أن الصراعات في محافظة ديالى وتعطيل البرلمان والتسقيط السياسي أسهم بتصعيد العمليات الإرهابية في بغداد، كما بيّن أن خطر الإرهاب ما زال قائما رغم الاقتراب من تحرير الموصل والاستعداد لتحرير الفلوجة. التفجيرات اللي حصلت قبل يومين في بغداد وفي ديالى وفي السماوة قبلها ما هي إلا علامة على تقهر الإرهاب. الإرهاب يحاول يذب بكل ثقلة وبكل إمكاناته لإحداث هزة في المجتمع، الانتقام من الناس حتى يأثر على معنويات الناس ويؤدي إلى ربما تراجع في أداء قواتنا في الجبهات.
كشف مصدر أمني عن وجود 18 عجلة سونار للفحص الإشعاعي متروكة بمخازن الداخلية تم استيرادها لحساب الوزارة لوضعها بمداخل بغداد، وهي مخصصة لفحص البضائع الداخلة إلى العاصمة التي عادة ما تكون منفذا لإدخال المتفجرات والسيارات الملغومة. هذا وأضاف المصدر أن هذه العجلات تم استيرادها بعقد مع شركة خاصة، لكن لم يتم نصبها رغم صرف 6 مليارات دينار عليها وأدخال منتسبين وموظفين بدورات للتدريب عليها في الدنمارك، مؤكدا أن تلك العجلات لم تستخدم حتى الآن رغم تكرار التفجيرات في العاصمة العراقية بغداد. ضعف المنظومة الأمنية الحالية شكلت أحد أهم الأسباب التي سهلت من الخروقات الأمنية الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد، فيما يرى مختصون أن هنالك أجهزة أخرى يقع على عاتقها سلامة المواطنين من خلال إيصال المعلومات وأيضا المعلومات الاستخبارية للأجهزة المختصة وقبل وقوع التفجيرات. بين الحين والآخر تتعرض البلاد إلى خروقات أمنية عدة تتمثل بسيارات مفخخة وأخرى بأحزمة ناسفة. هذه الخروقات بحسب المختصين تأتي نتيجة ضعف المنظومة الأمنية التي تتبنى حماية أرواح المواطنين. خرق الأمن اللي صار، غفلة أمنية كبيرة تتحملوها القادة الأمنيين الموجودين على المستوى الوسطي. يعني أنا قائد عمليات وأنا وزير الداخلية، أنا عندي مسؤوليات الكبيرة وأكو مسؤوليات في العاصمة أخرى صغيرة اللي هي يتبناها الضباط الآخرين. الضباط منو اللي اخترق انخرق المكان مالته يتحمل المسؤولية؟ المفروض اليوم أنا كقائد عام للقوات المسلحة وأنا من مجلس محافظة أطالب القائد عام للقوات المسلحة أني يعني يعاقب عقوبة المساءلة على الخروقات، يجب أن تنفذ. الأجهزة الأمنية الأخرى أيضا يقع على عاتقها تأمين حياة المواطنين بحسب متابعين من خلال إيصال المعلومات الاستخباراتية للأجهزة المختصة قبل وقوع التفجيرات. نحتاج إلى حكومة واعية بالظرف الأمن الحساس، نحتاج إلى مؤسسة عسكرية يعني توضح لنا تصنيف هذه المؤسسة. اليوم لا نعلم على أي يقع الكرة أو تقع الملامة، على الأمن الوطني، على المخابرات، على قيادة عمليات بغداد، على وزارة الداخلية. وزارة الداخلية المناطة بحماية المواطن اليوم تقول أنه القضية بعيدة عن الداخلية والقضية مناطة بقيادة عمليات بغداد. قيادة عمليات بغداد تقول أن القضية مو يمي. أنا اليوم في معركة، والمعركة الآن أغلب حدود المعركة في محافظة الأنبار، وأقاتل في هذه المعركة وأترك بغداد، أترك بغداد للداخلية. ماذا تنتظر الدولة اليوم لتحمي المواطن أكثر من 13 سنة والدولة لا تستطيع حماية الناس والناس يذهبون بالجملة؟ القضية واضحة، والقضية أي خبير أمني اسأله 3 ملايين دولار ونصف قيمة السونار الذي يوضع في مداخل المناطق ومداخل بغداد ومخارجها، هل هذا المبلغ عصي الدولة عصي عليها هذا المبلغ؟ يعني هل العراق اليوم لا يمتلك أن يأتي بمجموعة من السونارات توضع على مداخل المناطق؟ التفجيرات الأخيرة في بغداد وباقي المحافظات جعلت القوات الأمنية تأخذ تدابير أمنية جديدة ربما تسهم في الحد من تلك التفجيرات. من بغداد، ضياء حاتم، المدى. وفي إطار العمليات العسكرية أطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية وبشر الصابرين الثانية لتحرير مناطق شمالي الموصل من سيطرة تنظيم داعش. مصدر في القيادة أوضح أن القوات الأمنية أطلقت العملية لتحرير قرية كانون التابعة لناحية بعشيقة من سيطرة تنظيم داعش، مبينة أن العملية جاءت بمشاركة قوات البشمركة والحشد الوطني وبإسناد من الطيران العراقي والتحالف الدولي. وبالتزامن مع انطلاق العملية، فقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن 12 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا بقصف مدفعي شمالي الموصل. هذا وأوضح مسؤول الإعلام في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد موموزيني أن قوات بشمركة قصفت بالمدفعية تجمع للتنظيم في منطقة بحزاني التابعة لناحية بعشيقة، مبينا أن القصف أسفر عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش، فضلا عن تدمير 3 سيارات تابعة للتنظيم. كما كشف مصدر في قيادة عمليات تحرير نينوى بأن 40 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا بقصف لطيران التحالف الدولي جنوبي الموصل، فيما أكد أن من بين القتلى قياديون أجانب.
المصدر أوضح أن طائرات التحالف الدولية قصفت بستة صواريخ تجمع لعناصر التنظيم في قرية الحاج علي التابعة لناحية القيارة، كما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، مبينا أن من بين القتلى قياديون أجانب في التنظيم، ودون إعطاء المزيد من التفاصيل. حذر القائد العسكري في قوات التحالف الدولي الاسترالي روجر نوبل من أن تنظيم داعش قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حال مهاجمة مدينة الموصل. هذا ونقلت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن دفاعات الموصل تعززت بخنادق والآلاف من الألغام، متوقعا أن تواجه القوات العراقية المدعومة بالغارات الجوية للتحالف الانتحاريين، مضيفة أن التنظيم سيلجأ إلى الهجمات الكيميائية مثلما فعلوا ضد القوات الكردية، مشيرا إلى أن الأسلحة الكيميائية هي طرف في المعادلة وأن الجيش العراقي يستعد لذلك. إلى الأنبار، حيث أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون تحرير قرية الوردية الواقعة بين ناحية البغدادي وقضاء حديثة غرب مدينة الرمادي. نعم، وقال أيضا دبعون أن القوات المشتركة تمكنت من خلال عملية عسكرية واسعة النطاق من تحرير المنطقة ورفع العلم العراقي فوق أحد مبانيها، مضيفا أن عملية التحرير جاءت بعد قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف القطعات الأمنية. وأضاف دبعون أن مقاومة مسلحي داعش كانت ضعيفة وتم التصدي لها بمساندة طيران التحالف الدولي والقوى الجوية وطيران الجيش العراقي. من جهته، كشف قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي تطهير ناحية عمليات الفلوجة من جميع الانتحاريين الذين تسللوا إليها فجر اليوم. المحلاوي وفي تصريح صحفي أكد أن القوات الأمنية تسيطر الآن على الوضع الأمني بشكل كامل في الناحية. هذا وقتلت القوات الأمنية 9 انتحاريين للتنظيم تمكنوا من التسلل إلى داخل المدينة بعد محاصرتهم داخل بنايتين في الناحية. يأتي هذا في وقت أعلن فيه معاون محافظ الأنبار مجاهد العيساوي انطلاق حملة دهم وتفتيش في المناطق القريبة من ناحية العامرية جنوبي مدينة الفلوجة للبحث عن المطلوبين. وأوضح العيساوي أن القوات الأمنية والقوات الساندة لها شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق على المنازل والمباني القريبة من المجمع السكني وسط ناحية العامرية جنوبي مدينة الفلوجة، وذلك بحثا عن المطلوبين. كما بيّن أن الحملة جاءت بعد مقتل الانتحاريين كافة الذين اقتحموا المجمع السكني وإحباط الهجوم من قبل القوات الأمنية. وللحديث عن آخر التطورات العسكرية في الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس محافظة نينوى النائب بنيان الجرب. أهلا بك سيد الكريم. مرحبا بك، أهلا وسهلا بقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي آخر التطورات الخاصة بالعمليات العسكرية في مختلف قواطع العمليات في محافظة نينوى؟ الحقيقة لا زالت الصفحة الأولى من معارك التحرير في طورها الأول، وهناك بعض المناطق في مقر قيادة العمليات المشتركة وقاطع عمليات المشتركة في مخمور تم تحرير حوالي 3 قرى، ولا زالت العمليات يعني في هذا الإطار. هناك حصل تقدم بسيط أيضا في قاطع أيضا شمالي الموصل في منطقة قرية واحدة، ولا زال العمل يعني لا يتسم بالسرعة بسبب عدم إكمال بقية القطاعات العسكرية لم تتوافد إليها حتى الآن. يتواجد حوالي لواءين في قيادة العمليات، لا زال قوة المقاتلين العشائر وأبناء محافظة نينوى لم تتشكل بالكامل على الرغم من الإشادات والمطالبات الكثيرة بها. نعم. طيب، كيف تقرأ أنت هذه العمليات من حيث الانتصار ومن حيث الوقت؟ هل هي تسري وتسير كما مخطط لها؟ يعني لو نظرنا من الناحية العملية كان المتوقع أن يكون هناك تحرير سريع، وخاصة قياسا بالعمليات التي
أجريت من قبل قوات البيشمركة التي يعني حررت تقريبا ما يقارب 40% من أراضي محافظة نينوى. كان هناك تقدم سريع وملحوظ وإنجازات واضحة لدى الجميع، وخصوصا أن أهالي محافظة نينوى ينتظرون بفارغ الصبر لإنقاذهم من هذا الكابوس وهذا الألم الكبير. نعم. فكان المتوقع أن تكون سريعة أسرع من هذا بكثير، لكنه هذا اللي حصل كما ترون. يعني هناك يعني تسلسل عمليات في البطن. نعم. يعني حقيقة هو واضح أنه لم تكتمل القوات العسكرية لا من ناحية التجهيز ولا من ناحية العدد. نعم. سيد الكريم، الكثير من يؤكد أن المعركة داخل الموصل ستكون صعبة جدا، وذلك لاتخاذ المدنيين دروعا بشرية من قبل تنظيم داعش، فستكون هناك حلول موضوع مسبقا لهذا الموضوع. قلنا من البداية أنه معركة الموصل ليس معركة تقليدية، وهي معركة من نوع خاص تحتاج إلى يعني نوع عملية عسكرية نوعية مختصة في هذا الإطار، وخصوصا أن العدو يتخذ من المدنيين دروع بشرية ومحصن بواسطة يتحصر في المناطق التي يتواجد فيها المدنيين. لذا تحتاج إلى المعركة إلى يعني ليست معركة تقليدية وإنما معركة نوعية. نعم. طيب، وفق المؤشرات الميدانية هل يمكن أن نقول أن هناك مدة عام كافية للقضاء على تنظيم داعش في الموصل؟ احنا طبعا نستغل الوقت ونحاول نكون يعني بالساعة الزائدة يعني بالدقيقة يعني الأسرع لإنقاذ المواطنين. وكل ما طالت المدة طبعا إطالة المدة ستكون على حساب الحرص يعني من بأرواح المواطنين. إذا كان هناك دقة في العملية العسكرية من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين فلا بأس في هذا الموضوع. وفقط في هذا المجال يمكن التغيير يعني احتمال إطالة المدة. طيب، ما الذي تحتاجه القوات التابعة للجيش العراقي والقوات التابعة للحشد الوطني لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة وبأسرع وقت؟ توفير العدة والعدد وتوفير القوات يعني المختصة في هذه العملية النوعية هو هذا يعني الهدف الرئيسي، والإسراع بتشكيل قوات من المقاتلين أبناء محافظة نينوى. هذا سيعجل عملية التحرير وستكون رسالة مطمئنة وتسهل في عملية النصر إن شاء الله. نعم. تحقيق النصر إن شاء الله. نعم. عضو مجلس محافظة نينوى النائب ابن يهنا جربة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفيما يتعلق باستعدادات داعش لمواجهة القوة الأمنية في الفلوجة، فقد أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد ستيف وارن أن تنظيم داعش في المدينة يستخدم قناصته لمنع المدنيين من الخروج. وارن وفي تصريح صحفي أكد أن داعش وضع قناصة في أماكن تشرف على ممرات إجلاء المدنيين التي أقامتها القوات الحكومية لمنع مغادرة سكان المدينة، مبينا أن إنهاء داعش من الفلوجة لا يأخذ أهمية عسكرية حاليا لأن الأولوية هي الموصل. وأشار وارن إلى عدم وجود أي سبب عسكري يدفع القوات العراقية لتحرير الفلوجة قبل أن تتحرر الموصل. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لطائرات سلاح الجو العراقي F-16 بالتحليق إلا بموافقتها، مشيرة إلى سيطرة واشنطن على الجو. هذا وأوضح عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي أن قيادة العمليات الأمريكية مسيطرة على الجو ولا تسمح للطائرات العراقية بالتحليق وضرب أهداف لأوكار تنظيم داعش، مبينا أن واشنطن تفرض سيطرتها أيضا على الدفاعات الجوية العراقية وهي من تحدد ضرب مواقع التنظيم. وضمن جهود مساعدة النازحين، وزعت وزارة الهجرة والمهجرين فرع الأنبار بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية 47 مشروعا مدرا للدخل بين الأسر النازحة في المحافظة. مدير فرع الوزارة في الأنبار محمد رشيد أكد أن هذه المشاريع ستوزع بعد استكمال عملية اختيار المستفيدين وأدخلهم في دورات تدريبية، وذلك لكيفية إدارة هذه المشاريع، مضيفا أن مشاريع تضمنت بين زراعية وأسواق ومحال تجارية. أعلن ممثل الأمن الفنلندي أن عدة آلاف من اللاجئين غادروا مراكز الإيواء في فنلندا واختفوا وانقطع الاتصال بهم في حالة اختفاء غامضة.
مصادر في الشرطة الفنلندية أكدت فقدان الاتصال بنحو 2500 لاجئ من مختلف الجنسيات بينهم عراقيون ولا تعلم أي شيء عن مصيرهم، مبينة أنها لا تمتلك أي معطيات عن هؤلاء ولا عن سبب قدومهم لفنلندا، كما أكدت أن الخطر يكمن في وجود عدد كبير من الأشخاص دخلوا بوثائق مزورة أو بدون وثائق. كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود أكثر من 200 مستشار وهمي في الرئاسات الثلاث، فيما دعت إلى غلق المنافذ الخاصة بالفساد وإيقاف الهدر في المال العام. عضو اللجنة النائبة ماجد التميمي أكدت أن كل رئيس جاء ب70 مستشارا لا وجود له من حملة شهادة البكالوريوس، وهذا يعد هدرا للمال العام، مشددة على ضرورة غلق منافذ الفساد ومحاسبة المفسدين من خلال الملفات الموجودة لدى النزاهة. يبحث وفد حكومي برئاسة وزير المالية العراقي هوشير زيباري في العاصمة الأردنية عمان مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتأمين دعم مالي للعراق الذي يعاني من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط. مصادر صحفية بيّنت أن هذه الزيارة تأتي لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تم عقد الجلسة الأولى صباح اليوم مع خبراء الصندوق، وتم استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق والالتزامات المتقابلة للجانبين، مضيفة أن المفاوضات ستستمر حتى 18 من الشهر الحالي. إلى ذلك أعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية أن البنك الدولي يدرس توسيع نشاطاته لشمول المناطق المحررة من تنظيم داعش مؤخرا بعملية إعادة الإعمار. رئيس الصندوق عبد الباسط التركي التقى المدير الإقليمي في البنك الدولي فريد بالحاج في بيروت، وأكد أن البنك جاد بمساعدة العراق، مضيفا أنه تم مناقشة موقف تنفيذ قرض البنك الدولي وتفاصيل المشاريع وإمكانية توسيع مبلغ ونشاط القرض ليشمل مناطق تم تحريرها مؤخرا، فضلا عن الاتفاق على استمرار التعاون لتلبية احتياجات هذه المناطق. أعلنت أمانة بغداد بدء العمل بنظام الجباية الإلكترونية في وارداتها مطلع العام المقبل، مشيرة إلى إحالة بعض الجبايات إلى شركات مستثمرة. الوكيل البلدي لأمانة بغداد كريم البخاتي أكد في تصريح صحفي أن الأمانة تعاني من عقبات في جباية المهنة والإعلان والنظافة حسب قوانينها، مبينا أن واردات الأمانة خلال العام الماضي بلغت 89 مليار دينار سدت جزءا كبيرا من مصروفات الأمانة. وأضاف البخاتي أن النظام سيكون عن طريق شريحة تخزن فيها المعلومات كافة وترتبط بكنترول مركزي في أمانة بغداد، مؤكدا في الوقت ذاته حاجة الأمانة لتخصيصات لإنشاء مشاريع جديدة كبرى في المجالات كافة مثل مشاريع الماء والمجاري. نظم ناشطون مدنيون وشخصيات ثقافية وقفة احتجاجية في مدينة أور الأثرية، وذلك للتعريف بأهمية المدينة التاريخية والسياحية في خطوة لكسب الدعم الدولي الذي ستحصل عليه في حال تم التصويت لانضمام الأهوار والمناطق الأثرية الأخرى في العراق إلى لائحة التراث العالمي. ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها محافظة ذي قار لانضمام الأهوار والمناطق الأثرية إلى لائحة التراث العالمي، نظم ناشطون مدنيون وشخصيات ثقافية وقفة احتجاجية في مدينة أور الأثرية، شارك فيها العديد من أبناء المدينة. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة نشاطات يتواصل بها أبناء المحافظة للتعريف بأهمية تلك المناطق. العراق الذي يضم أكثر من 20,000 موقع أثري، فقط 4 مواقع الآن ضمن لائحة التراث العالمي اللي هي آشور والحضر وسامراء. كانت بابل، لكن بسبب الإضافات للنظام السابق رفعت بابل وأضيفت قبل سنتين قلعة أربيل. الآن بملفنا الجديد الذي يضم تلك المواقع الأربعة نقلة نوعية سيكون هناك للعراق. هناك حملة يقودها مجموعة من الناشطين سواء في الأراضي الرطبة أو في الآثار، ومجموعة من الإعلاميين ومثقفي مدينة الناصرية وفنانيها ومن يتعاطف مع هذا الملف لدخول الآثار والمياه الأهوار تحديدا والأراضي الرطبة إلى اليونسكو.
لذلك اليوم واحد من النشاطات التي قامت بها هذه الحملة، وهي حملة لناشطين غير تابعة لجهة وغير تابعة للحكومة وغير مسيسة لأي اتجاه معين، وإنما مجموعة من الشباب ومجموعة من الناشطين من مثقفي مدينة الناصرية قاموا بهذه الحملة. ملف الأهوار والمناطق الأثرية اكتمل بشكل نهائي، وينتظر التصويت على هذا الملف في 15 من شهر تموز القادم لضمه إلى لائحة التراث العالمية. جاء ذلك بعد معاناة كبيرة رافقت تلك المناطق، والتي حرمتها أن تكون مناطق سياحية ومحميات طبيعية تساهم في رفض القطاع السياحي في العراق. ملف العراقي مكتمل ومنتظر التصويت، ومن اليوم إلى أن يحين موعد التصويت يعني علينا جميعا أن نتكاتف ونتحد وأن نتصل بالمجتمع الدولي في أن نبعث الرسائل أننا متحدون أمام التراث وأن تراثنا متكامل ومتراص ومتوحد. ماكو اهتمام واضح بالآثار. بالنسبة لنا آثار الزقورة يعني معرضة إلى أنها تنهد وآثارها كل خطرة، بحيث نبه أكثر من مرة يعني علماء الآثار والمديرون الآثار هنا عندنا والأساتذة المختصين بأنها إنهم حاجة إلى رعاية، لكن بصراحة بدون فائدة وما حد كان يصغي لهذا الموضوع. تهدف الحملة إلى تبيان أهمية تلك المناطق بالإضافة إلى كسب الدعم الدولي الذي ستحصل عليه في حال تم التصويت على الملف الوطني الخاص بإدراج أهوار وآثار العراق ضمن اللائحة العالمية للتراث، والذي سينعكس إيجابيا على الوضع السياحي والاقتصادي في العراق. من الناصرية فؤاد فاضل، المدى. الدولي قال حزب الله اللبناني أن الانفجار الذي أدى إلى مقتل القائد العسكري بدر الدين في سوريا ناجم عن قصف مدفعي للجماعات التكفيرية. وذكر حزب الله في بيان له أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا كبيرا استهدف أحد المراكز التابعة له بالقرب من مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى مقتل القائد مصطفى بدر الدين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أنه يجري تحقيقا لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، وهل هو ناتج عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي. إلى ذلك قتل 7 مسلحين موالين للحكومة السورية بينهم إيرانيون باشتباكات مع فصائل المعارضة المسلحة في حلب شمالي البلاد. هذا وأوضحت مصادر عسكرية أن تلك الاشتباكات اندلعت قرب حي كرم الطرابة القريب من مطار حلب الدولية في ظل غطاء جوي روسي وقصف مدفعي، كما دار قتال عنيف في منطقة حندرات التي تسيطر عليها المعارضة، وهي منطقة استراتيجية لقربها من آخر طريق يصل إلى مناطق المعارضة في حلب، ويشهد ريف حلب تصاعدا كبيرا في وتيرة القتال خلال الأيام الماضية. هذا وكانت فصائل المعارضة استعادت السيطرة على بلدة خان طومان في معركة قتل فيها 13 إيرانيا من الحرس الثوري الإيراني. لم تعد منطقة عقد النصارى تحتفظ بمعالمها التراثية بعد أن طالها الإهمال وهجرها سكانها لتتحول فيما بعد إلى منطقة تجارية في ظل استمرار غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية. فيما استغرب المواطنون الإهمال الحكومي المتعمد لهذه المنطقة، وشرع رشيد عموما مطالبين الجهات المختصة بترميم هذه المناطق واعتبارها أثرية. تعتبر منطقة عقد النصارى من المناطق التراثية القديمة التي سكنتها أغلب الطوائف والديانات في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن هذه المنطقة تحولت بعد هجرة أغلب مواطنيها إلى إحدى المراكز التجارية المهمة في الوقت الراهن. عقد النصارى طبعا الفرع اللي ورانا هسه مو المكان اللي احنا هسه حاليا به، كان بس وحده هو سوق الكهرباء. اي واكو فرع جاي من السوق العربي جنب الكنيسة، بس هذا كان محلات كهربائية، وبعدين صار توسع. هاي المنطقة اللي احنا هسه حاليا بيها نتحدث، هاي كانت عوائل مسيحية ساكنين بيها، واكو دير لي قدام كان دير مال المسيح، وهسه اصبح
محلات تجارية. إهمال المنطقة وتدمير أغلب معالمها التي تدل على تاريخها حمله مواطنون إلى الجهات المعنية التي لم تلتفت إلى هذه الأماكن المهمة لإعادة ترميمها من جديد. والله هو إهمال بشارع الرشيد بصورة عامة، يعني ما أعرف ليش، يعني احنا استبشرنا خير وراء سقوط النظام على أساس شوية يصير تغيير وتجي شركات، أشو بالعكس، يعني الشارع مهمل إلى درجة، يعني قبل السقوط كان أفضل، ده تتهدم بعض البنات تتهدم، يعني لا أكو صيانة إلها، لا أكو ترميم، لا أكو إعمار، تتحمل أمانة بغداد ووزارة الثقافة. ضياع الصورة الأثرية لهذه المناطق القديمة بسبب غياب الدور الرقابي هو أحد الأسباب لطمس الهوية التاريخية للعاصمة بغداد. من بغداد، سراء خالد، قناة المدى. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.